السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض تطبيق أو برنامج اسمه Open Assistant. ده بيديك قوة جميلة جدا إن أنت تشوف الملف 3D وتسافه على امتداد آخر، زائد إنه أصلا موجود برضو على الموبايل، تقدر تفتح الملفات وتعمل نفس الحركات على الموبايل أو التابلت. طيب تيجي نشوف مع بعض البرنامج الجميل المجاني. تيجي هنا في بعض الملفات موجودة، وتقدر تفتح ملف لو انت عايز غير الملفات دي مجرد نماذج، تقدر تدوس على واحد فيهم وبقول له افتحه لي اهو. طيب بعد كده ممكن نقول له ان احنا عايزين نعمل سيف للملف. طيب هو بيسيف امتدادات ايه؟ بيسيف STEB و IGS و STL و Object و OFF و GITF و GIB و WRL و XPF و BLY و MESH و BNG و LLG، كل الامتدادات ديت. تمام، فجميل جدا يكون عندك تطبيق مجاني بيسيف الحاجات ديت، وتقدر تسيف على الشبكة، تقدر تسيف ايميل، تبعته ايميل. طيب بعد كده تقدر تشوف الملف اهوت، وتقدر تقول له مثلا طب انا عايز اشوفه على هيت مش، عايز اشوفه فلات شيد، عايز اشوفه سموسي، تقدر تقول له عايز اشوفه بالغير ماتيريال. كل الاختيارات دي موجودة زي ما انت عايز، وليفل اوف ديتيل لو في اكتر من حاجة تقدر تختار بينهم. طيب لو انا عايز 3D هيبدأ بقى يجيب لك الاوربت، وتقدر تلف زي ما انت عايز. هتلاقي ان انت ممكن تشوفه باكتر من طريقة، زي برسبكتيف ولا لا، تقدر تعمل زوم ليه، تقدر تلفه زي ما انت عايز بالشكل ده. طيب ممكن تقول له انا عايز اعمل سكاشن مثلا، عايز اشوفه من اتجاهات مختلفة اهوت، فبيعمل لك سكشن، وانت تقدر تتحكم السكشن ده هيكون في اني اتجاه. ودايمنشن لو انت عايز تعمل دايمنشن على اي حاجة، يقدر يديك الابعاد اللي موجودة في اللوحة. ولو انت عايز تغير الماتيريال بتاعت العناصر اللي موجودة، فكل عليك ان انت تيجي هنا وتقدر تغير اللون اللي انت عايزه، وتقدر تغير الخصائص بتاعت العنصر زي ما انت عايز. فبرنامج لذيذ ومثل ان هو خفيف جدا على الجهاز، صغير في الحجم ومجاني.